اهلا بكم مشاهدينا الكرام. نبتدي على طول اولى فقراتنا في مصر الجميله، خطوره التكنولوجيا على السلامه البيئيه والاطفال. موضوع مهم هنتكلم فيه مع ضيفتي الكريمه نيلوفر همت الحفناوي، اخصائي سلامه بيئيه ومراقبه جوده. الاول نقول لها صباح الخير ونسالها كل الاسئله نفسنا فيها. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، اهلا وسهلا. منورانا. بنورك يا فندم. نبتدي منين الحكايه؟ انا عايز ابتديها من حته الهويه المصريه والتكنولوجي واستخدام الحاجات الغرب اللي يناسبنا واللي ما يناسبناش، نعمل ايه؟ نفلتر ازاي الموضوع؟ الاول بس اقول بسم الله الرحمن الرحيم، واقول كل سنه وكل شركاء الوطن طيبين بمناسبه السنه الجديده ان شاء الله، وكل المصريين بخير، وان شاء الله تكون سنه سعيده وجميله لينا باذن الله. هو حضرتك الاول انا بحب اقول بما ان البرنامج اسمه مصر جميله، فمصر فعلا جميله، ولازم كل شخص عنده الجنسيه المصريه يكون مفتخر وحاسس بفخر كبير ان هو يحمل هذه الجنسيه، لانها حضاره اصاله، دماء عريقه بتجري في عروقنا. فالتاريخ بتاعنا بيقول ان الى الان احنا متصدرين المشهد في كل انحاء العالم، هم بياخدوا مننا كل حاجه، علمائنا العرب وبعد طبعا قدماء المصريين كلهم، والشخصيات المصريه العامه كعلماء ودكاتره ومتخصصين، هم دايما كانوا الالهام لكل الحضارات الغربيه او الاوروبيه. فاحنا المفروض نركز ونعرف شبابنا ان اساس اي حضاره هي كانت مصر وارض مصر. فده المنبع بتاع الموضوع، ان الهويه دي لازم الاول كل واحد يبقى عارف هو ايه، يعني انتمائه لايه، هويته ايه، انا ازاي انا اكون شخصيتي، طب ايه هي الموروثات بتاعتي اللي اكتسبتها وخبرتي في الدنيا وفي الحياه. فبتبدا موضوع من الاسره، من اول ما الزوج او الشاب والشابه بيتقابلوا وبينقوا بعض، فمن هنا بنبدا اهدافهم ايه، هم عايزين يعيشوا ازاي، فكرهم ايه، هل منتمين فعلا لارض هذا الوطن، هل بيحبوا الارض دي وفاهمين يعني ايه تاريخها وعظمتها، وهم بيكملوا مشوار بلدهم في التنميه والمشاركه المجتمعيه. فمن هنا بيبدا ان كل اسره عليها ان هي تبقى عندها الاهداف بتاعتها واضحه، رؤيتها واضحه للمستقبل. انا هطلع اولاد يعني خلف ليا، الخلف ده لازم يكون صالح مترابط، في ترابط اسري، ما نغفلش ابدا احترام الكبير وتعليه القيمه دي، لان هو ده اساسنا، اساس الحضاره المصريه ايه، البرديات وهتلاقي العلم موجود على المعابد بيقول لحضرتك ازاي بيتعامل مع الكبير. صحيح. ازاي كان الام، وقار الام، وقار المراه المصريه، المراه المصريه دي هي انا بعتبرها هي كل المجتمع، هي اللي بتربي الاثنين. فهي النهارده العلماء اللي كانوا طالعين، وكانت الام كان تعليمها متواضع، ولكنها كانت ثقافتها يعني عاليه جدا جدا، ووعي قوي في كل المناحي الاجتماعيه. صحيح. فصحيه بقى وفكريه، فتقدر تحلل لك بقلبها وايمانها وتقويها لله، وفي نفس الوقت تقول لك الصح ايه والغلط ايه. طب هي تعرف كل ده منين؟ هي ما تعرفش تقرا وتكتب يعني، ولكن كانت بالفطره الشعب المصري فيه حاجه كده مختلفه، العدو الخفي بتاعك بيحاول دايما يكسرها، اللي هو الترابط الاسري. اي دي حقيقه. فدي بتميز الشعب المصري وطبعا المجتمع العربي عامه يعني. فالنهارده انت بتتكلم ان الاول لازم نبني الشخصيه، بعد ما هنبني الشخصية هنبدأ بقى نفكر طب الناس دي هتبدأ تحط أسس التعليم ازاي. تمام. احنا جات لنا فترة كان التعليم طلع منه شوية الجزء بتاع التربية القومية والوطنية. صحيح. فأصبح حقيقي. فيه فجوة. أي. فما بقاش الطفل أو الشاب مرتبط ببلده، أو بقاش فيه حتة الانتماء اللي احنا عايزينها نهائي. فبالتالي انت التكنولوجيا بقى ساعتها عرفت توجهه ازاي. هم طب عملوا نتوقف هنا عند نقطة مهمة جدا، أنا عاجبني كلام حضرتك جدا، حضرتك قلتي حاجة مهمة جدا، الترابط الأسري. شايفة ان التكنولوجي بتخدم الترابط الأسري؟ لما اشوف طفل عنده 3 سنين ماسك الموبايل واحنا قاعدين في اجتماع عيلة مثلا، او يوم الجمعة الناس بتروح في بيت الكبير وتتلموا، ويبقى في غدا والناس قاعدة وكده، وكل واحد ماسك الموبايل بتاعه قاعد جنب بعض. صحيح يعني جسديا احنا قاعدين جنب بعض، لكن دماغيا او فكريا احنا مش هنا خالص، كل واحد ماسك الموبايل بتاعه. نعمل المعادلة الصعبة دي ازاي، ان احنا نرجع تاني التكامل والترابط الأسري في ظل وجود التكنولوجيا؟ احنا الاول عندنا رسالتين مختلفتين، في ناس يعني ضاعوا شويه،
مش هنقول يعني يعني مش هقول ضاعوا، ولكن في امل لاسترجاعهم قليلا. في بقى الناس اللي لسه عايزين نلحقهم، فاحنا لازم نمشي متوازي بارالل في ان احنا نبقى ماشيين في الحاجتين، لان مفيش ياس، مفيش حاجه اسمها انا مش هعرف اتغير، انا مش هعرف، لا لازم يبقى في طاقه ايجابيه، لازم يبقى في اصرار، لازم في عزيمه، مفيش حاجه اسمها انا كبرت. لا الاسره يعني مثلا لو هنتكلم على يوم الجمعه، انا ضد فكره بلاك فرايداي، لان يوم الجمعه ده يوم مبارك ويوم جميل، هو يوم ابيض يتميز بالبياض والنقاء، لانه بنقول وايت فرايداي مش بلاك فرايداي. فانا ضد ضد هذه المبادره يعني قلبا وقالبا. بحب اقول الجمعه البيضاء، الجمعه البيضاء فيها تجمع اسري، فيها رحمات، فيها نفحات ايمانيه، فيها ود تراحم. فالنهارده انا اول حاجه اعملها انا داخل بيت العيله، لو سمحت سيب الموبايل بتاعك واقفله او اعمله سايلنت وحطه على الترابيزه اللي هناك دي، احنا هنقعد مع بعض قعده عائليه، كلنا هنتلم، هنتكلم، هنعرف اخبار بعض، هيبقى في تواصل جسدي واي كونتاكت، اتصال للعين وتفاعل. هو النهارده ليه الطفل اصبح متبلد المشاعر ويفتقد حاجات كتير؟ لان ما فيش اصلا التواصل. كان الاول لازم التواصل الحسي، يعني مثلا لما اجي اتكلم مع حد وبعزه جدا همسك ايده كده وابص له في عينه واعمل الاتصال المباشر، فهو ده اللي فقدناه. كل واحد ماسك الموبايل قاعد مع عالمه الصغير السري الخفي اللي احنا ما نعرفش هو وصل لغايه فين، ما نعرفش ابعاده. فبالتالي انا النهارده انت لو ما لحقتش تعمل رقابه وتركيز على اطفالك في البيت، والام ما تخشش المطبخ وتنشغل او تعمل تليفون مع صديقاتها وسايبه ابنها بيلعب على تابلت بيشوف فريسه سهله لاهل الشر، من اخطر ما يكون. طيب تعالي نمسك العصايه كده من النص، عايز اعرف الايجابيات والسلبيات بتاعت التكنولوجي، وازاي نقدر ان احنا نخلي نطبع الغالب اللي هو الايجابي اكتر من السلبي بالنسبه لاطفالنا واولادنا، نعمل ايه؟ جميل جدا. الاول انا لازم اعمل وعي، انا اعمل توعيه الاول من كل النواحي، كل واحد له دوره، الدوله ليها دورها كاعلام وكاجهزه، المدرسه ليها دورها، الاول دور الاسره طبعا، خلاص المجتمعات بقى اللي مثلا مراكز الشباب، النوادي، الكنيسه والجامع اللي نغفل دورهم، كل دول وسائل للتوعيه. التوعيه بقى اللي انا اقول ايه، انا اقول النهارده يا حبيبي يا حبيبتي، انت كشاب او كطفل او كده، امسك التكنولوجيا، مش هنقول لا امسكها، بس انت هتخش تبص على ايه، انت هتتفرج على ايه العناوين او السايتس او المواقع اللي انت هتخش هتجيب منها معلومه، هل هي يعني لازمه قوي؟ طب انا النهارده كمان ما انساش التلفزيون كماده رهيبه جدا، فرضت على المنازل، حطمت قيم الشعب المصري والمجتمع العربي. قصدك الفتره من فتره فتره كبيره، لا فتره كبيره، لا فتره كبيره، احنا في فتره كبيره كان الاول يقول لك النعمه والفن والتمثيليات والافلام. انا مش ضد الفن ابدا، الفن ده حاجه جميله، وانا احب الفن والشعر والكتابه والالقاء والتمثيل وكل حاجه، ولكن النهارده هدفك ايه؟ انت بتصدر لي ايه؟ هل ده يتناسب مع تقاليدي وعاداتي وتاريخي وديني؟ فتحتي موضوع مهم جدا، فانا اشوف الايجابيات والسلبيات اللي حضرتك لسه كنت بتقولي عليها. انا النهارده اقول لك اتفضل اتفرج على المسلسل ده، اتفرج على الفيلم ده، طب انت استفدت منه ايه؟ غير لك تفكيرك وخلاك انت تتمنى ان انت تنسلخ من عاداتك وتقاليدك عشان تذهب وتلتقي بالافكار الغريبه المتفتحه اللي هي ملهاش اصلا هويه. هو العدو عايز ايه حضرتك؟ هو العدو عايز يهدم هذه الهويه المتماسكه المترابطه اللي ليها جذور. ليه؟ لان هو اصلا ما عندوش هويه. صحيح. فهو عايز يعمل ايه؟ تفتيت للهويات ايا كان بقى هي حضارتها ايه. وبعد ما يعمل تفتيت بيعمل لك ايه؟ اختلاق، يعني بيتخلل ويحتل فكرك بايه بقى؟ بالحاجات المبهره، بيمسك كل واحد من الحته اللي بيحبها. انت بتحب الشهره، اهلا بيك، هديك حاجات بقى، خش يلا اعمل ترندات، اعمل بالزبط. مش عارفه ايه اعمل ايه. انت بتحب الفلوس، تعالى اعمل يوتيوب وهديك جوائز ماليه وهكسبك. انت بتحب الجيمز، هديك جيمز رهيبه واشتراك مجاني. طب هو الاهداف ايه؟ الاهداف تصدير كل انواع العنف والحرب وعدم السلام النفسي. الطفل بقى قاعد، انت بتتخيل ان هو قاعد هادي وماسك التابلت، هو بركان من الغضب. بمجرد ما هيسيب هذا هينفذ بقى اللي جواه، هيطلع كل اللي جواه على اللي حواليه، يا اما افكار هدامه يا اما رفض لكل ما هو جميل حواليك.
رفض للترابط الاسري، مش هيسمع كلامك، مش هيهتم انت بتقول ايه. انت ممكن تبقى بتنادي على طفلك وطفلتك وهو قاعد بيتفرج على التلفزيون، هو مش سامعك، مش سامعك فعلا، هو مش هو مش مؤدب، هو لا هو مش سامعك، هو مش شايفك. لان النهارده حضرتك عارف الـ 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 الاشعاعات والخطوط، كم الخطوط اللي بتطلع من التلفزيون اللي طبعا لو حضرتك عارف هي عباره عن صور ثابته ولكنها ايه متحركه، بتتلو بعضها ورا بعض في شكل ايه، واحد على 20 من الثانيه انت بتشوف شكل الصوره بتتحرك، فانت بيتهيالك انها بتتحرك. فبيجيب لك كمان معاها الالوان الصارخه اللي هي بتتحكم وبتسيطر على العقل، فاصبح عندك الطفل منوم تنويم مغناطيسي، لدرجه ان هم عملوا ابحاث على الدماغ بتاعه الطفل بعد مرور 15 صوره او 15 لقطه، فوجدوا ان الطفل بيحصل عنده زي التنويم في الدماغ، فخلاص هو كده جاهز لتلقي كل انواع اي معلومه عايز اديها له بقى والاوامر. فانت بيجي لك ايه اضرب، وتلاقي فيه نبره صوت في الكرتون بتديك ايه، بتعمل بتخش خلاص بعد ما بيخلص ده بينفذ كل المشاهد اللي تم ايه اختزانها في الملفات اللي في داخل المخ. طيب نعمل ايه بقى عشان نعمل يعني إيه؟ ننبسط ونتفرج وكده، بس ما انا بعمل دايما كات انترابشن، يعني ما بخليش الطفل يقعد. يعني النهارده ايه بيتفرجوا على الكرتون خلاص، كل شويه اعمل قطع للمشاهده، عدي من قدام التلفزيون وامسكه وحول وشه ليك. تحب تاكل، تحب تشرب، اعمل كات كل ما تكملش 3 4 5 دقائق. لازم مراقبه، انت خليك بتعمل له ليه كده، انت بتقطع الحته بتاعه التواصل التفكير عشان الامر عقبال بقى ما يرجع يستعيد تاني للمشهد هتروح انت عامل له كات جديد. قطع للتواصل المباشر للاشعاعات والسيطره اللغويه العصبيه المستمره. فانت النهارده انت لازم دي كل شويه انترابشن، كل شويه ما تكملش ساعات عدد ساعات المشاهده. خطر جدا لو الطفل عمله دراسه من ايام السبعينات في امريكا، دراسه شوف بقى لما كانت تولد دكتوره متخصصه في الموضوع ده من ايام السبعينات، هم عاملين يعملوا زي توعيه اللا تلفزيون، اسر اللا تلفزيون، حملات ان هم قالوا لو الطفل قعد اكتر من 3 ساعات، اقعد احسب نسب المشاهده 3 ساعات يوميا، لقوا ان كميه عدد الاف لغايه ما يوصل سن الدراسه من الساعات المشاهده اللي بتخلي الطفل بيتغير تماما، قله التركيز، التشتيت، عدم الحفظ اللي هو ذاكره ضعيفه، فقدان الشهيه، وساعات فرط في الاكل الحاجات اللي هي الحلويات، قله الحركه، واحيانا بقى لا قدر الله بيؤدي الى ايه سكتات بقى في يعني حاجات وحشه. ربنا يحفظه. فاحنا لازم نعمل قط على طول كل شويه قط. حتى الموبايل لا انت بالك قد ايه، طب لا خلاص وقف ساعه، ده كتير. طيب متفقين. تعال نروح بقى على السوشيال ميديا. طبعا هذا الموبايل، هذا الجهاز العظيم اللي احنا نخش بيه، احنا كل واحد ليه استخداماته. ما تقنعنيش ان الطفل هيقعد يستقي المعلومات عشان ما نضحكش على بعض. هو هيخش يتفرج ويشوف صحابه ويحط صوره، واحنا كلنا بنعمل كده، لكن ازاي نمسك برضو العصايه من النص، ان انا انبسط في نفس الوقت اعمل حاجه ايجابيه مع التكنولوجي. المشاركه اهم حاجه، الاسره تبقى بتشارك الطفل بتاعها، ماما بابا اخويا الكبير اختي الكبيره بتتفرج على ايه، طب بتفرجني معاك، تعال نتفرج، الله ده يوتيوب، ده ايه بقى ده، ازاي تصنع مثلا سلسله، بتعملي بالرسم مثلا بالتلوين، طب انت ايه ده جيم جديد، طب بيتكلم عن ايه، لا بس انا شايفه في كميه دم في اللعبه دي وحشه جدا. كثره مشاهده الدم والعنف بتخلي الطفل بيحصل له تبلد، فلما يحصل عندك اي موقف في الحياه هو اصبح غير مشارك خلاص، هو متعود اي منظر، طب ده واحد متعور. فدايما كنت بخوف اولادي دم، بصوا ليه، مش التخويف اللي هو يجيب مرض، ولكن التخويف اللي هو ايه، الدم ده حاجه غاليه تعويره، لا لازم نهتم. فما بالك بقى لا قدر الله يعني القتل والجرائم والحاجات دي. فانت النهارده لازم تشارك الطفل، تقول له انت دخلت سايت ايه، طب تعالى، طب ايه رايك في السايت ده، ده السايت ده احسن. انت عايز تلم معلومات، انت بتحب الفضاء، يعني ممكن تخليه يخش يشوف مثلا فيديوهات عن الفضاء والقمر النجوم حاجات من دي، فانت كده بتوجه الطفل لحاجات معينه، لان هو وهو بيقلب بيطلع له اعلانات، فانت ما تعرفش الاعلان اللي جاي دوت بيتكلم عن ايه. صحيح، هيك مركزه اكتر على دور الاسره جنب ادوار الحكومه والكنيسه والمسجد ومركز الشباب وكل يعني المسؤولين عن هذا الموضوع. طيب هو الوقت بيجري بسرعه، بس انا عايز يعني ننتقل لموضوع السلامه البيئيه سريعا. يعني ايه سلامه بيئيه؟
السلامه البيئيه لو انا النهارده انا لازم كل اصحى الصبح انا بفكر في السلامه بتاعت بيتي واسرتي وطفلي من كل ناحيه، من اول ما يصحى من النوم البيت هيبقى معد صحيا ازاي، الاضاءه ما تبقاش مبهره جدا عشان بتاثر على الطفل، عدد التعرض يعني عدد ساعات التعرض لاي حاجات تكنولوجيه نحاول نعمل كنترول، حتى لو في مقاومه نقللها، نعمل مقايضات، طب لو عملت كذا ادخل النشاط الرياضي. لازم نشاط رياضي، نرجع للطبيعه من الاخر يعني. لا ده انا عملت حاجه ظريفه، ده انا جبت ترابيزه، عملت ترابيزه بينج بونج في البيت يلا بينا، وجبت شبكه يعني زوجي جاب شبكه ويلا واتدربوا واعملوا، فاصبح عندك في حاجه تانية، نشاط تاني بتضيع فيه الوقت ده، تعالى نرسم، نعمل مسابقه، تعالى نلعب اتوبيس كومبلي زمان ما كنا بنلعبها اللي هي اللعبه دي، فانت بتدخل الحاجات دي. فانا عايزه اقول ان السلامه في كل حته، انت نازل من البيت ما ينفعش انت وانت رايح في حته طفلك بره تبقى ما انتش عارف هو قاعد بيعمل ايه مع صديقه، لازم برضو تعرف صديقه، بتنقي له صديقه، بتشارك في اختيار الاصدقاء كاسره، ما ينفعش تسيبه كده للمطلق مش عشان انت كبرت. فالقصه كلها انك انت تعمل وكمان الدوله لازم الاتفاقات الدوليه علشان خاطر نعمل حظر لاي اشاعات وحاجات تزييف للتاريخ والمسلسلات والافلام والحاجات الخارجه اللي بتبث الينا، لان في فعلا لجان الكترونيه شغلتها الشغله ان هي تبوظ الكلام ده كله. انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني. الله يخليك. شكرا جزيلا، استفدنا كتير من كلام حضرتك. الله يكرمك، انا مرسي جدا. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام هنطلع فاصل سريع ونرجع تاني مع شباب يفرح وحملة عوائلتنا لدعم الصعيد بعد الفاصل. لو شفت جارك في خير افرح ودعيله، ومهما قاسى عليك احسن ودعيله، يا ما اسعد الابن لو الاب دعيله، اللي معاه الاولاد لو هو ربهم على الكمال والادب والعلم ربهم، ده يبقى بنى للوطن أبطال ورباهم. مصر جميلة، مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة، مصر جميلة.